في هذا المساء في هذه الأمسية الرياضية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه. نتابع هذه اللحظات ولحظات تتويج سن الحقائق في الأشواط الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. في هذه الأثناء نتابع اللحظات المميزة ولحظات الذهب والتتويج في هذه الأمسية، وشعار الشحانية الذي خطف الشلفة الذهبية الخاصة بشوط الحقائق البكار، وكانت نبأ حاضرة بقيادة المضمر جابر بن سالم بن فاران. تتوج في هذه اللحظات بالشلفة الذهبية ويتقدم شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران الذي خطف مع نبأ ناموس الشوط الرئيسي المفتوح. هذا جابر بن سالم شبل المضمرين مع سعادة عبد الله الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وشعلة النشاط مبارك بن محمد البادي قرهود الذي خطف الخنجر الذهبي الخاص بالقعدان في شوط مفتوح رئيسي بقيادة أيضا شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران. يتوج بالخنجر الذهبي بعد تتويجه بالشلفة، شلفة نبأ في الشوط الرئيسي المفتوح. إذن شوطين رئيسيين مفتوحة خطفهما شبل المضمرين مع الشعار الأدعم الكبير. حضرت الشاعرة في شوط الانتاج الابكار وهجن المرخية، والمضمر عوض بن هدوب الوهيبي مضمر الشاعرة التي خطفت الشلفة الذهبية الخاصة بالانتاج وتتويج مضمر الشاعرة قائدها ومضمرها الذي قادها إلى الذهب في أمسية ولا أروع، مهديا شعار هجن المرخية هذا الناموس الذي يستحقه شعار هجن المرخية. إذن شوطنا الرابع في هذه الأمسية ميار بشعار هجن أم الزبار وبقيادة المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري الذي قاد ميار بكل ثقة خاطفي الخنجر الذهبي، وهذا حمد بن علي بن سلامة الهاجري وراشد بن سلامة والمحنك ومبارك بن علي بن سلامة في لقطة تذكارية ولا أروع مع الذهب اليوم ذهبي ميار. وهذا المضمر المحنك عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، أهنيهم على هذا الفوز، أهني الوالد علي بن سلامة الهاجري.